بالوحيين إشراق البرايا، ويقوى السد في وجه الغوايا. إلى الرحمن يممنا المطايا، بهدي الله نبلغ خير غاية، بهدي الله نبلغ خير غاية. كتاب الله منهل كل ضام، ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام، سراج النور من جمع المزايا. هما النبعان الصافيان لذي البرايا، هما الأصلان الثابتان، هما الكفايا، هما المصباح في ظلم الخطايا. تزود منهما تنل العطايا، تزود منهما تنل العطايا. وتؤتى من معين الحق حكمة، وتحيا بالجميل من السجايا، وتملك في بيان الحق حجة، تزودك المنافع والوصايا. هما عن خوض ثرثرة الملاهي، وعن لغو الحديث لك الكفايا. هما الأصلان منهجنا، وإنا عليه من الحياة إلى المنايا. بذي الوحيين إشراق البرايا، ويقوى السد في وجه الغوايا. إلى الرحمن يممنا المطايا، بهدي الله نبلغ خير غاية، بهدي الله نبلغ خير غاية. ويغفر ما جنيت من الخطايا، وتحفظ عن مقارفة الدنايا، ويملأ عمرك المحسوب خيرا، لتشرق في فؤادك كل آية، ويعمر عيشك الزاهي سرورا، وتسلم من هموم أو شكايا. ولن تسعى لغير الله دوما، ولن ترجو من العطش سقايا. تزود منهما تنل العطايا. وصلى الله دوما ما حيينا، وسلم عد خفقات الحنايا، على المختار داعي الخير فينا، رسول الله من حسن السجايا، وصحب للنبي كرام طبع، لهم في خدمة النورين راية. بذي الوحيين إشراق البرايا، ويقوى السد في وجه الغوايا. إلى الرحمن يممنا المطايا، بهدي الله نبلغ خير غاية، بهدي الله نبلغ خير غاية.